مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال هذه الليلة وأيضا خلال يوم غد الجمعة بحول الله. نبدأ نشرتنا كالعادة بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال ساعات هذه الليلة، حيث تتفرق الغيوم، 19 درجة مئوية حرارة عظمى، نسب رطوبة عالية 89%، أما الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. ننتقل الآن إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم الجمعة في المنطقة الشمالية. سخات رعدية من الأمطار متوقعة في سكاكا 28 إلى 16، سخات من الأمطار متوقعة أيضا في عرعر 29 إلى 17، أما تبوك رياح نشطة 26 إلى 14. للانتقال للمنطقة الغربية جدة 34 إلى 21 مع طقس صافي، المدينة المنورة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار 34 إلى 21، مكة المكرمة طقس صافي 36 إلى 24، أما الطائف تفرق لبعض الغيوم 27 إلى 18. الانتقال الآن إلى المنطقة الجنوبية الغربية حيث تشهد أبها تشكلا للغيوم الركامية مع ساعات الظهيرة والعصر، تهطل زخات رعدية من الأمطار في المدينة 23 إلى 14، الباحة تفرق لبعض الغيوم 24 إلى 17، جازان تفرق لبعض الغيوم 32 إلى 29. ننتقل الآن للمنطقة الشرقية، نبدأ بحفر الباطن، فرصة لزخات من الأمطار 34 إلى 23، الدمام تفرق لبعض الغيوم 32 إلى 22، أما الإحساء طقس صافي 30 إلى 20. بالنسبة للمنطقة الوسطى الرياض، فرصة لزخات من الأمطار تكون خفيفة بالمجمل خلال ساعات الظهيرة والعصر 34 إلى 23، بريدة تفرق لبعض الغيوم 33 إلى 20، أما حائل رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار 30 إلى 16. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.